لماذا سميت منفوحة منفوحة؟ هناك عدد من الروايات، لكن نتفق على الرواية التاريخية. عندما أتى جد الأعشى سعد بن بويعة، عندما أتى جد لجد بني حنيفة عبيد بن ثعلبة، فقال له أشركنا معك في الرياض في حجر اليمامة. فالتفت سعد بن عبيد، التفت إلى الجهة الجنوبية وأخبر سعد بن بويعة، قال سأنفحكم هذه. فالتفت إلى الجنوب، فالنفح معناه الإعطاء، إعطاء الشيء ونفحه. أعلى جبل في منطقة الرياض يسمى جبل المرقب، وهو في وسط منفوحة القديمة، أي جنوب حجر اليمامة قديما، وهو الآن داخل في الرياض العاصمة العظيمة. في هذا الجبل وفوقه نرى برج مبني بالحجر والشيد، الشيد اللي هو الجبس، قال تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني مبني بالشيد وليس الطين، الطين لا يبقى. هذا قصر، هذا برج تاريخي تراثي يحتاج تنقيب. فوق هذا البرج بإمكان المراقب، لذلك سمي المرقب، يرى القادم الآتي من جهة غرب الرياض، يصعد جبل طويق من درب أديراب يسمى قديما مصيعط، وشمالا عنه درب أبا القد، ثم شمالا عنه زبيدة، ثم شمالا أيضا عنه درب المنجور. فكانوا قديما يضعون شعلة، ويرى المراقب يراقب العدو الآتي من الجنوب، لأن هذا طريق القوافل، طريق يذهب إلى اليمن، يذهب إلى الشام، يذهب إلى الحجاز ثم الشام، فيرون القادمين من كل الجهات.